تقدم المكتبه تقدر تشيل ملابس اجيبها. خلي الولاد يحلموا، خلي الولاد يحلموا. استخدام التكنولوجيا الحديثه في عرض الحضارات القديمه ممكن يبقى بدايه لاستخدام التكنولوجيا الحديثه في الاداره المصريه عموما. في الاداره المصريه اسهل انها تستخدم فيها التكنولوجيا وهضيف ليها وفيها احتياج كان ملح. كل ما ميكنت الحاجه قللت عن العوامل البشريه كل ما انت كسبان. ان هم بيعملوه معدي المرحله دي، بالعكس ده احنا المفروض نميكن الدوله لانها اسهل اللي هم بيعملوه يعني اكثر معدي اللي حضرتك بتقوله اللي انا محتاجه ولسه ما كملش. يعني احنا قريب مش قريب امبارح كنا بنعمل حاجه لمنظومه النظافه لما يعمل ريبورت يبقى مين يشيل يبقى مين يعمل، مجرد وانا بضغط بقى مجرد ان هو ينفذها في برنامج وينفذها في كام لابتوب ونشتري الموبايلات اللي هيشتغل بيها من الجي بي اس بالمكان محتاجه شهر والمحافظ بيضغط واخد بالك. وهو طبعا عنده برامجه كمان مجرد يعمل الابلكيشن محتاج كل الاماكن وفي كافه الاشياء. شكرا. رجع لك 4 رجل.